في قلب عاصمة كسروان جوني لا يزال فؤاد شهاب يجلس على كرسي رئاسة أفرغته سنين، ينظر إلى دوران الزمن رافضا أن يحل قبضته عن الكتاب أو الدستور الجالس معه. دوران الزمن أتى بزعيم جديد إلى كسروان بربطة عنق مرقطة، والكتاب نفسه الذي حمله شهاب شعار حزبه الذي يقود، واستقبال الكسروانيين له كان صاخبا أيضا. يا شعب لبنان العظيم، على عكس قائد الجيش الأول قرر العماد الجديد رفع سقف مواجهة كل دعائم البنيان الكسرواني التقليدي القائم على التحالف بين رجال الإقطاع والدين. لا ما بيحكي عن الفساد غمسة البطريرك، ومعه خبر بكل شيء، لا واقف مع الفساد بالدولة، عم يحمي الفئة يلي عم تعمم الفساد بالدولة. نحن نتناقض مع تقاليد رح بيصير عمره 100 سنة بالممارسة السياسية في لبنان. عقد وأكثر مر على الوعد بلبنان العظيم، فكانت الخيبة. لا أبدا، هذا الموضوع مش وارد نحن عنا كتيار وطني حر. بتذكر أنا بالنشرة اللبنانية جنرال عون كتب مرة عن موضوع الأحباط المسيحي، إذا كنا نركض تحت التراب على رجاء القيامة فكيف نحبط ونحن أحياء. يصر منسق كسروان في التيار جلبار سلامي على الأمل، غير أنه على عكس الشهابية التي اتكأت على العائلات التقليدية على العونيين أن يبرروا تحالفهم مع إحدى هذه العائلات. نحن منا جايين لنحارب أي عائلة معينة من العائلات، وما بنعتبر الإقطاعي هو بس لمجرد كونه ينتمي لعائلة معينة. كل الناس يلي هن بالطيار ويلي هن نوابنا اليوم ويلي هن مرشحيننا بكل المجالس ويلي هن ناسنا بكل الضيعة، ما هودي كمان عائلات كسروانية. غير أن الانتخابات البلدية أتت بنبأ جديد للعونيين مع بروز طيف العميد شامل روكوز في مختلف معارك القضاء البلدية وعلى رأسها جوني، والكلام عن استعداده لوراثة مقعد عمه النيابي أمر ليس بالضرورة من ضمن حسابات القيادة الحالية للتيار. يمكن ما عم تتابع العميد روكوز كتير، العميد روكوز نشاطه هو ممتد بكل المناطق اللبنانية، لأنه مثل ما حكي ب15 تشرين الأول أنه هو لن يتقاعد، لا فما في ولا أي مزاحمة، وهيدي كلها بتدخل بإطار يعني إذا عم افهم شو المقصود منها شو قصدت منها، هيدي كلها بتدخل بإطار بس شائعات لا أكثر ولا أقل. كثيرون حاولوا فتح باب الزعامة الكسروانية من باب الشرعية المارونية في أرض بكركي، آخرون اتجهوا إلى التقليد والعائلات، فيما رأى بعض آخر في المواجهة السياسية السبيل الأنجع، غير أن القاسم المشترك بين حامل الكتاب الأول ورافعه شعارا على بيرقه يقول إن بين كسروان والبزة المرقطة علاقة قد تكون مبشرة للعميد غير القابل بالتقاعد. جد غصن، قناة الجديد.